السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم معايا في قناتكم مطبخ بيتي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم عصير كيجي لذيذ بزاف، سهل وسريع التحضير بمقادير جد بسيطة، فابقوا معايا من اول فيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وعلى الطريقه. فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله ذكر المقادير اللي غادي نحتاجو لتحضير العصير. عندي 250 غرام ديال المشماش، لتر من عصير البرتقال، جوج علب ديال الياغورت من الحجم الصغير بنكهة المشماش، ثلاثة المعالق كبار ديال سنيدة، والحلاوة كتبقى على حسب الذوق. نمر الآن لطريقة التحضير. في كأس الخلاط غادي نوضع المشماش اللي سبق لي وغسلته جيدا وزودت له العظم. غنضيف عليه الياغورت غنضيف سنيدة عصير البرتقال وغادي نطحن الكل جيدا ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال العصير. ورجعت معكم متابعينا الكرام في الشكل النهائي ديال العصير اللي حضرت معكم من بعد ما طحنتو. الان غادي ندوز باش نخوي لكم في الكيسان باش تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي. عصير اكثر من رائع بمذاق ولا اروع، لذيذ بزاف، سهل وسريع التحضير. كنتمنى انكم تجربوه وان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. والى لقاء جديد في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.